السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم مصطفى من قناه مستر بوم تيك الانفجار التقني. موضوع الحلقه بتاعت النهارده هتتكلم عن جوجل رانك، ودي تعتبر الحلقه اللي قبل الاخيره اللي هنزلها من الحلقات المسجله من قناه عرب يوتيوب، القناه اللي اتقفلت. فعشان كده بدعوكم الاشتراك في قناه مستر بوم تيك بالضغط على زر سبسكرايب اسفل الفيديو، وعشان ما نطولش عليكم نبدا في الفيديو بعد الفاصل. مشاهده ممتعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة عرب يوتيوب. النهاردة في المقدمة كده هنتكلم عن محرك البحث جوجل، وازاي تحسن من ترتيبك في محرك البحث جوجل، واللي هو بالمسمى الأجنبي اسمه جوجل رانك. جوجل رانك ده اللي هو ازاي الناس لما تيجي تدور عليك في جوجل بتلاقيك انت في نتائج البحث او في الصفحة الاولى. ده غير يا جماعة غير انك بتحسن ترتيبك في اليوتيوب وحاجة زي كده، لا هو حاجة زي شبه وماشي، لكن ده في جوجل وده ليه حاجات تانية غير اليوتيوب، غير الباك لينك بتاع اليوتيوب، وغير الباك لينك بتاع اللي هو اندكس كينجز او اندكس كينج، ايوه، او برامج الباك لينك الخاصة باليو ار ال بتاع اليوتيوب. ماشي اندكس كينج هينفعك، ولكن مش زي اللي هشرحه النهاردة. وهشرح لكم النهاردة موقعين هيحسنوا من ترتيبك في اليكسا، وهيحسنوا من ترتيبك في جوجل رانك او ترتيبك في محرك البحث جوجل، وهيحسنوا من ترتيب موقعك العالمي. وهنشوف مع بعض الطريقة، تابعوا معايا لاخر الحلقة. بداية كده موقع اسمه بينج بوم. بينج بوم ده بيعمل لك اكتر من 4000 باك لينك. ما تقوليش بقى اندكس كينجز بيعمل 500، ما تقوليش موقع تاني بيعمل قد كده وقد كده وقد كده. ده افضل موقع ممكن تستخدمه لموقعك، ده المواقع فقط يا جماعة، ده المواقع فقط. بتجيب موقعك وبتحطه في اللينك اللي هسيبه لك في الديسكريبشن، وبتنقله هنا بيست. يعني مثلا هجيب موقعي اهو كوبي، وهخش احطه هنا، وبنشيل الزيادات، يعني بتشيل HTTP وبتشيل دي، وبعد كده بتعمل بينج. وبتشوف كده بيعمل بينج على البطيء، وبيعمل بينج بيقعد اكتر من 3-4 ساعات، ممكن يقعد اكتر من كده كمان على حسب سرعه النت اللي عندك، وبيعمل لك افضل بينج ممكن تشوفه، لان 4000 لينك هيخشوا في الويب سايت بتاعك، بيخلي الويب سايت بتاعك بيظهر في اول محرك البحث. ده بشيء اساسي، لكن ما اعتقدش ان هو بيسمح ليك اليوتيوب او حاجه زي كده. اعتقد ان ده هو بينفع للسيو بتاع المواقع فقط، بالذات البلاجر او ووردبريس والمواقع العاديه، يعني الحاجات دي كلها بتنفع معاك في موقع بينج بومب. هو من المواقع المتميزه في انه بيديك 4000 باك لينك، يعني ده اعتقد ان هو يعني كتير قوي، يعني على ان موقعك يظهر في محرك البحث الاول في جوجل، في بينج، او اي حاجه من محركات البحث الثانيه. تمام، نخش للطريقه الثانيه على طول عشان ما نطولش مدة الفيديو. موقع تاني اسمه تو بينك. تو بينك ده موقع عبارة عن انه بيخليك او بيعمل لك برنامج روبوت. البرنامج روبوت ده بيعمل ايه؟ البرنامج روبوت ده بيخش على جوجل وبيبحث عنك، وبيفضل يقلب في الصفحة عنك، بحثا عنك. طول ما هو بيبحث عنك وانت ظاهر في محرك البحث كأول نتيجة، فانت بتزيد، فانت ترتيبك في جوجل بيقل، كل ما ترتيبك في جوجل بيقل. وهنشوف الموضوع ده بالتفصيل دلوقتي. اولا التسجيل في البرنامج، هنخش نعمل لوج اوت عشان نسجل في البرنامج. بتعمل هنا ريجستر، بتلاقيه في الاول اصلا بتلاقيه بلغه غريبه كده، بتضغط هنا بس بيحول لك للنجمه دي، يعني بتلاقيها في الاول بيقول لك ان هي لغه اجنبيه، هي ما بتبقاش اجنبيه، بتضغط هنا بس بيحولك للغه الاجنبيه على طول. تمام، هنا بتكتب يوزر نيم، وهنا الباسورد، وبعدين هنا بتعيد الباسورد، وهنا بتكتب الايميل بتاعك، بتعمل ريجستر، وبعد كده بتخش على الانبوكس بتاع الايميل بتاعك، وبتعمل اكتيفيت او تفعيل للاكونت بتاعك، وبعدين بترجع تعمل لوج ان هنا مره ثانيه. هنضغط على لوج ان، وبعد كده بتكتب اليوزر نيم والباسورد، وبتعمل لوج ان عشان نكتشف الموضوع مع بعض. هنا الاكونت بتاعك، نيجي في مانج يو ار ال، هنا بنحط اليو ار ال، لكن انهي يو ار ال؟ تابعوا معايا بقى الموضوع ده بتركيز يا جماعه. هنخش على جوجل، تمام، هو محرك البحث الاول. جوجل، انتوا هنا هتكتبوا يا جماعه حاجه تخلي الموقع بتاعك يظهر في الاول. انا لسه لو كتبت Arabs site مش هيظهر موقعي الاول. لو كتبت Arabs site موقعي مش هيظهر الاول، تمام. اكتب حاجه تخلي موقعك يظهر في الاول. هنكتب ايه؟ انا مثلا في كل مدونه بكتبها بكتب معكم مصطفى من قناة Arabs يوتيوب. دي كل مدونة او قصدي اسف كل تدوينة بنزلها بكتب معكم مصطفى من قناة Arabs يوتيوب. فاضغط كده انتر، ظهر موقعي انا الاول. بعد كده ظهرت حاجات ليه، ده برضو الموقع بتاعي بس القديم.
وهنا ظهرت حاجات ليا، وهنا ظهرت ده ليا وده ليا وده ليا، كل الحاجات دي بتاعتي تمام. فهي دي الصفحه اللي انت هتاخدها، فتاخدها كوبي وبعد كده ترجع للموقع وتحطها هنا بيست. هنا هتكتب ايه؟ هنا هتكتب اسم الموقع بتاعك تمام. انا هكتب هنا Arabs site، بعد كده تكتب اد، بعد تضغط على اد يو ار ال هيظهر لك هنا بالشكل ده، وتعمل هتلاقي العلامه دي مش متعلم عليها، تضغط عليها تيست فيو تعلم عليها علامه صح تمام. عايزين بقى نجيب نقط، هنضغط على ايرن ترافيك، هتيجي هنا وتحمل البرنامج ده، حجمه يعني حاجه كيلو بايت، يعني حاجه بسيطه خالص، هتضغط عليها بس وهيبدا تحملها على طول. بعد كده هيظهر معاك بالشكل ده، هتضغط كليك يمين وتعمل اكستراكت تو لايف ترافيك، وهتلاقي ظهر معاك هنا وتضغط عليها، وبعد كده تخش هنا وتخش هنا على البرنامج ده، هتلاقيه نزل ظهر معاك تحت هنا، فهنخش عليه ونضغط يس. بيقول لك هنا حمل الانترنت اكسبلور، ملهاش اي 60 لازمه، فنضغط اوكي وخلاص. تمام، ظهر معاك تحت زي ما قلت لكم، بعد كده اضغط هنا عشان تبدا. هيفتح معاك الصفحه دي، انت هنا بتاخد نقط تمام، بتاخد نقط على كل حاجه هنا، لكل ثانيه تقعد في الموقع بتاخد بتاخد نقطه، في كل ثانيه تقعد في الموقع بتاخد نقطه تمام. فانت هنا اول ما تجمع بعض النقط تمام بتضغط على تيست يو ار ال تمام. هنضغط هنا هنشوف اللي هيحصل، نركز كده مع بعض. هنا العد التنازلي وقف، دور عليك في جوجل تمام، بدا يدور عليك في جوجل. طول ما هو فاتح الصفحه دي، طول ما انت ترتيبك في جوجل بيقل، طول ما هو عمال بيقلب في الصفحه، انا عامل نسيت اكلمكم عن الوقت. انت هنا يا جماعه بتحدد الوقت، ثواني مانج يو ار ال، هنا انت بتحدد الوقت اللي عايزه يقعد في الموقع، انت بتعمله 60 ثانيه او اكتر فانت براحتك تمام، لحد عندك لحد 300 ثانيه. انت هنا عمال بيدور عليا، طول ما هو بيدور عليا، طول ما انا ترتيبي في جوجل هيفضل يقل تمام، لانه هنا اكنه يوزر طبيعي مستخدم عادي جدا بيدور على الموقع بتاعي تمام. طول ما انا كاتب هنا في، يعني كاتب في الناحيه الثانيه Arab site اللي هي دي، طول ما انا كنت كاتب يعني في الحته دي Arab site، فهو بيدور على الموقع بتاعي، يعني هو غرضه في جوجل الموقع بتاعي تمام. فهو طول ما هو بيعمل كده، طول ما انا تمام وانا كده ماشي صح، يبقى كده ترتيب في جوجل بينزل، لان في حد، في مستخدم بيدور عليا، طول ما في مستخدم بيدور على الموقع بتاعي فانا ترتيبي في جوجل بينزل تمام. هو انا هيقعد يدور عليك طول ما انت عامل على تيست يو ار ال، وهيفضل يجيب لي، لان اول ما كاتب اصلا معكم مصطفى من قناه Arabs Tube، يعني دي حاجه خاصه بيا انا، طول ما ترتيبي هيفضل ينزل في جوجل تمام. بكده شرحنا موقعين، موقع بينج بومب هو افضل موقع ممكن يعمل لك باك لينك، بيعمل لك 4000 باك لينك، ده كفيل ان يخلي موقعك في قمه محركات البحث. هو يبقى هيقعد كتير شويه، لان فعلا 4000 باك لينك كتير على اي موقع. وهنا زي ما شرحت الموقع ده تو بينج، الموقع ده يا جماعه زي ما قلت لكم بيزود بيقلل قصدي من ترتيبك في محرك البحث جوجل بشكل كبير جدا جدا جدا، وهتشوفوا النتيجه ان شاء الله، وهتلاقوا ترتيبك في اليكسا بدا ينزل بالمليون بالمليون زي ما بقول لكم بالمليون، يعني مثلا ترتيبك 10 مليون هيبقى 8 مليون في ظرف يوم او يومين. انا ترتيبي نزل 3 مليون في يومين، كنت 12 مليون بقيت 9 مليون زي ما انتم شايفين، وكنت عامل فيديو وانا 12 مليون. عايزين ترجعوا للفيديوهات هتلاقوا فيديو كنت عامله 12 مليون ودلوقتي بقيت 9 مليون، وان شاء الله تيجوا بكره تلاقيه 8 مليون واقل 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 في الايام الجايه ان شاء الله، لحد ما اوصل لاقل من 1 مليون عشان اقدر اخش في موقع ميلو ادز، وهتلاقوا ان شاء الله الاعلانات موجوده. وفي نهايه الفيديو ادعوكم الاشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.